بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن تكون بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على مكونات تكييف الشباك، والنهاردة هكلمكم عن أعطال تكييف الشباك. وأنا بحكم يعني خبرتي حددتها في 8 بنود رئيسية، وكل بند من دولك تحتيه كذا يعني تحتيه مواضيع. طبعا ده تكييف الشباك، عشان بس امبارح شرحناه على السبوره. هو ده تكييف الشباك قدامنا اهوت. قرب يا احمد لو سمحت. بيتكون من الاجزاء الميكانيكيه، كومبروسر، وده الكومبروسر اهو، ومكثف، ده المكثف، وفلتر قدامي اهو، ده الفلتر. احمد الرؤيه واضحه تماما، ده الفلتر يا شباب. وبعد كده بيطلع من الفلتر يروح، دي اداه الانتشار اللي هي الكابيلاري. لف يا ابو عبد العليم، ده الكابيلاري اهو، ويخش على حاجه اسمها المبخر اهي، ده المبخر. ده بالنسبه للدائره الميكانيكيه. الدائره الكهربائيه بيتكون من كومبروسر برضو اللي هو الموتور بتاعه يعني، وبيتكون من الموتور بتاع المراوح او المروحه. المروحه دي بعمود من ناحيتين، تبريد للفريون وتبريد للهواء. هنا الهواء بيتبرد وهنا الفريون هو اللي بيتبرد، تمام كده. ده الاجزاء الكهربائيه، الكمبروسر والموتور بتاع المروحه او الدينامو زي ما الناس بتتكلم. وطبعا في مكونات قطع كهربائيه زي الكاباستور والمفتاح الاختياري. تعالى هنا صورهم. دي اللوحه ديت، هنا ده المفتاح الاختياري، وده الترموستات، وجوه الكاباستور. بصوا يا جماعه، ده الكاباستور اهو، مفيش مشكله خالص. وده الكاباستور. التوصيله دي رسمتها لكم في الفيديو السابق، وان شاء الله برضو اللي عنده حاجه ابدا ارسمها له تاني وابعتها له على الواتساب، ما عنديش اي مشكله خالص. المهم ان الناس تكون فاهمه والمعلومه توصل بسرعه. عايزين نبدا مع بعض عشان من يعني الفيديو خاص بالاعطال. بلوكين تاني، مبدئيا شرحنا ايه المكونات الثانيه. اول عطل معايا، لا يوجد تبريد. العميل هيقول لك التكييف شغال بس ما فيش تبريد. التكييف شغال ما فيش تبريد، هتيجي اول حاجه تيجي الترموستات. هل الترموستات موصل ولا لا؟ طب انت ممكن من البكره كده تعرف الترموستات موصل ولا لا ازاي؟ بتسمع التك تك تك، فانت لو وطيت الترموستات على الاخر فهيتك معاك، فخلاص كده يبقى العيب مش ترموستات مبدئيا، عشان ما تدورش وتتعب نفسك. او ممكن تيجي تلاقي اللمبه بتاعت الكمبروسر شغال، تيجي هنا في لمبه في الكمبروسر، ساعات بيكون معاه لمبه هنا بتلاقيها شغاله. في بعض التكييفات بتلاقي لمبه. طب ما لقيتش لمبه، والله الترموستات دي في تك، انا موطي على الاخر اهو اعلي. انا بالنسبه لي انا سمحت التك. طب لو سمحت التك يبقى الترموستات بتاعها موصل، يبقى مش عيب ترموستات. طب والله لا مش موصل، بقوم جاي هنا على الاطراف بتاعته، بطلع الطرف بطلع طرف منهم، وبقيس بقى الطرف اللي رايح للكمبروسر مع الطرف اللي داخل الترموستات. لو اداني صفاره بيكون موصل الترموستات مفيش مشكله فيه. اما المشكله فين؟ بقوم جاي الخطوه اللي بعدها على الكباستور. طبعا لو معايا جهاز قياس الكباستور بقيس الكباستور بتاعي. ما معيش جهاز وهو بايظ بيبان عليه، بتلاقيه منفخ، بتلاقيه مفتور، بتلاقيه مزيت، بتلاقيه خفيف، بتلاقيه بيلق، بيكون فيه البتاع سائل من جوه. لو ما معكش جهاز قياس انت ممكن عادي يكون معاك واحد بديل بتستبدله. طب والله لا لا لا, لا, لا مش الترموستات ولا الكباستور. طب المفتاح دي مطلع الكهرباء؟ مفتاح الاختيار مطلع الكهرباء. هو طبعا ده اعطاله نادره لكنها موجوده. المفتاح الاختيار ده ممكن يكون مش شغال. يعني ايه مش شغال؟ يكون الخط بتاع الكمبروسر، ما هو خط الكمبروسر اهو طالع من هنا، طالع من المفتاح الاختياري رايح للترموستات. يكون الخط الكمبروسر مش شغال اصلا، مش شغال خالص. فبس دي اعطال نادره لكنها موجوده. بتقدر انت تقيس ازاي؟ بتاخد السلك اللي داخل للمفتاح الاختياري تحطه عليه، وتروح عند السلك اللي طالع من المفتاح الاختياري اللي رايح اول الترموستات بتقيس عليه. لو اداك اوم، لو اداك اوم يبقى خلاص العيب مش مفتاح. طب العيب مش ترموستات، مش مفتاح، مش كباستور. امال المشكله فين؟ فابدا بعد كده اروح فين؟ عند مدخل الكهرباء بتاع الكمبروسر. لو لقيته كده بخير اهو، مفيش حاجه محروقه، مفيش اي حاجه. لو لقيته تمام كده فببدا اطلع دولت خالص اهم، ادام تمام اهم، مفيش اي مفيش حاجه محروقه هنا ومفيش حاجه محروقه هنا. طبعا هتلاقي ممكن حاجه محروقه هنا، وطبعا لقيتها كتير، بتبدا تبص دي وتحط الترمينال الجديد.
طب والله لا ما لقيتش حاجه محروقه بتاع تمام، هبدا بقى اجيب الكلام بميتر بتاعي واقيس بالاوم. اهو موجود الكلام بميتر فوق اهو، معلش بعد اذنك يا احمد، بظبطه على الاوم بتاعي. انا عندي الجهاز الاوم مصفره في نفس واحد يا جماعه، في نفس الاختيار الاثنين مع بعض اهو. ببدا اقيس الاطراف بتاعتي، السي مع الاس والسي مع الار والار مع الاس. بقيس الاطراف بتاعتي اكيد هلاقي حاجه قطعه منهم. طب والله لو لقيتهم سلام كلهم، القراءه مظبوطه، القراءه مظبوطه اللي هي مجموع الملفين يساوي طرح الملفين، يعني السي مع الاس والسي مع الار يساوي المجموع اللي هو الار مع الاس. كده يبقى الملفات مظبوطه. بس ما يغنيش ان الكمبروسر يكون ممكن بايظ، ما ممكن يكون جافش ميكانيكا. يعني بالنسبه لي اللي انا بشرح عليه ده جافش ميكانيكا، لكن ممكن تلاقي ملفات سليمه بس جافش ميكانيكا، فبتتعرف من اللاري بتاعه. تعالى يا احمد، في هنا وحده قياس اسمها اللاري، اي ال ار اي. تعالى يا احمد قرب قرب قرب، انا عايز الوحده القياس تظهر بالظبط. الكمبروسر ده لو جافش ميكانيكا يا شباب هيسحب معايا 37.5 امبير، 37.5 امبير. لو سحبهم معاك ما تحاولش معايا وتقول اخبطه بشاكوش ولا بمرزبه ولا حاجه، ما تعبش نفسك خالص. يبقى اذا الكمبروسر يا اما قاطع من الملفات، يا اما جافش، يا اما شغال بس مفوت. بس لو شغال احنا مش هندور الدوره دي كلها، لكن انا بس بتكلم على اعطال مفيش تبريد. طب والله لا يا باشمهندس، ده انا اصلا مفيش تبريد بس الكمبروسر شغال، يعني لسه عندي نفس البند لا يوجد تبريد. اول انا بحثنا الفكره الاولى عشان لو الكمبروسر مش شغال ما نستمع صوته، ما هو سحب امبير. طب لا ده الكمبروسر شغال يا باشمهندس، والدليل انا مش سحب امبير، اهو شغال اهو، امال ما بيبردش ليه؟ احتمال يكون مفيش فريون. فانت بتبدا تدور مفيش فريون، بتبص على الاكواع دي، تبص على المناطق دي، تبص على المناطق دي، تبص على الاكواع نفسها من الناحيه الثانيه هنا. بصوا غالبا غالبا التهريبات بتكون من الاكواع بتاعه الكوندنسر او المكثف من الجزء السفلي ده غالبا، ان لم يكن ان صاحب التكييف كان بينجله من مكان لمكان وخبطوا من هنا او خبطوا من هنا، فبتلاقي التهريب. مما نادر لو التكييف قديم تلاقي التهريب من المنطقه دي، لو التكييف قديم بتلاقيه من هنا. بس عادي بتلاقي الكمبرسر شغال ومفيش مفيش تبريد، فبتتاكد ما بتلاقيش فريون خالص. طب والله انا بالنظر كده لسه ما فتحتش الدايره، ما فتحتش المواسير، مفيش اي اثار لاي تهريب ولا ريحه، وبصيت هنا في الاكواع الاماميه والمواسير الاماميه مفيش. هبدا افتح الدايره، هتبدا تفتح الدايره، بتبدا تفتح من هنا كده من عند الفلتر، بتجيب السكينه القطعيه بتاعتك وبتقطع من تحت الفلتر من هنا او من فوق الفلتر من هنا. لو لقيت فريون ضغط فريون فريون بصحيح والكمبروسر كان شغال ولقيت ضغط فريون، فاول احتمال عندك هيكون تفويت، تفويت تمام كده، لان انت اصلا الكمبروسر شغال، المواسير ساقعه هي السخنه ومفيش تبريد، وجيت قصيت لقيت فريون، فدي يكون تفويت. فساعتها هتعمل ايه؟ هتعمل بلف خدمه على خط الطرد، على خط الطرد من الكمبروسر من هنا ومن هنا، من اي حته تعجبك انت كفني، وتحط بلف خدمه زي ده، وتحط العداد بتاعك وتشغل الكمبروسر على الفاضي، يسحب من المواسير او يسحب من بلف الخدمه اللي هو بتاع السحب ده. لو كبس معاك يبقى ما كانش تفويت، لكن هو مش هيكبس معاك، يبقى تفويت بس انت عشان تتاكد بتعمل كده. وممكن تحط صبعك، ممكن ما بيضغطش، ما بتلاقيش صبعك بينضغط، يبقى تفويت برضه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لا ده انا جيت قصيت وما لقيتش فريون، ما لقيتش فريون خلاص 100% في تهريب، انت لازم تدور عليه. بتدور عليه بالدايره كلها ما لقيتش، بتبدا تعزل الجزء ده لوحده وتكبسه، ما لقيتش فيه بتفرغه، بعد ما لقيتش فيه بتفرغه على سالب 30 بوصه زي البقيه، وتسيبه مثلا 3 4 ساعات عشان لو اتحرك المؤشر ترجع تدور في نفس المكان. ما اتحركش المؤشر يبقى اذا المكان ده سليم، هيبقى العيب عندي في المكان ده. او لا هنا ولا هنا، ده هيطلع في الكابيلاري. لا يعني ايه، بتبدا تحصر وتاخد المشكله بتاعتك خطوه بخطوه. طب لا والله ده احنا فتحنا ولقينا فريون،
وكنا شاكين ان في تفويت، بس لا ده مش تفويت، ده انا مشغل الكمبرسر بايدي اهوت وبش طلع. ده بيكون عطال سدد، بس عطل السدد لما يكون في فريون انت لما تيجي تشغل مش هتلاقي المواسير بارده، في عطل السدد هتلاقي المواسير دي. تعالى يا احمد صور كده الصوره دي، هتلاقيها سخنه مولعه نار لحد الفلتر، وهتلاقي الفلتر سخن، ده عطل السدد. وعطل السدد دايما بيعمل شويه تبريد بساط، وبتيجي هنا تلاقي شويه تلج ولا حاجه. ما هو مش سدد كلي، لو سدد كلي الكمبرسر هيفصل بعد 5 دقايق، في ساعات بيكون في سدد جزئي. تمام كده، دي بالنسبه لاعطال الكمبرسر لو مفيش تبريد. طيب ما ممكن برضو يا باشمهندس يكون العميل يقول مفيش تبريد والكمبرسر شغال والشحنه موجوده، يعني الشحنه الفريون موجوده ومفيش تبريد، هعمل ايه؟ ما هو بيبرد، هو شغال، الدائره الميكانيكيه شغاله، بس عندي المروحه دي متعطله. طبعا المروحه لو متعطله العميل نفسه هيقول لك ما بيطلعش هواء خالص، وانت نفسك اول ما تيجي على الحائط وتشغل التكييف مش هتلاقيه بيطلع هواء خالص. طب لا ده بيطلع هواء يا باشمهندس، والكمبرسر شغال وفي فريون سخن اهو، بس ما فيش تبريد. غالبا بتلاقي المروحه ده اهي، ده اهي مروحه تبريد الفريون، بتلاقيها مكسوره، مكسوره لدرجه ما تلاقيش ولا حته منها. انا في شغل ياما بروح الاقيها اتدغدغت، والعمود ده لوحده من غير مروحه، وشويه البلاستيك بتوع المروحه دول اتفرموا وقاعدين تحت. وصلت الفكره؟ فبرضه ده من ضمن الاسباب اللي ما فيش تبريد. ممكن التكييف نفسه متكسر جدا من هنا، من هنا ضروري من هنا، فما بيقدرش يبرد الفريون، فالتبريد ضعيف، مش ما فيش تبريد خالص، بس التبريد ضعيف. فبرضه عدم نظافه، بتنضفه كويس ترجع تبريد. ساعات انا برضو لقيت كيس بلاستيك كبير، كيس بتاع الناس بتسوق فيه شنطه كبيره دي، لزقه بفعل عوامل الرياح، داخله من اهو يا شباب، داخله من هنا ولزقت جوه، غطت مساحه كبيره حوالي 40 سم مربع هنا. فكده برضو الفريون مش بيتبرد، المروحه بتدفع الهواء على الكيس البلاستيك، عامل عازل بينه وبين المواسير، فكده برضو مش هيكون فيه تبريد. فدي فكرة ان مفيش تبريد. يبقى احنا قلنا الترمستات او مفتاح الاختياري، الكباستور، الحاجات دي قلناها كلها. اظن كده نخلص الجزئية الاولى. الجزئية الثانية صوت كسر. والله سامع يا باشمهندس صوت كسر في التكييف، صوت حاجة بتخبط تك 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 تك. صوت الكسر غالبا بيكون يا اما من المروحة الداخلية يا من المروحة الخارجية. المروحة الخارجية اللي هي دي، تعالى يا احمد من هنا لو سمحت، تعالى انا عايزك تنزل تحت كده هنا. بص يا شباب المروحه دي ساعات بيكون الريشه دي مكسوره. طب والله لو الريشه دي مكسوره هتبان في بالعين المجرده. طب انا الريش دي كلها سليمه اهي. بصوا هنا في حزام للريش دي، هنا جوه هنا، معلش لازم أن يظهر. بسم الله. لا انت مش شايفه يا احمد، شايف الحزام ده احمد؟ شايفه؟ طب انا عايز الناس تشوف اهو تحت صبعه، خليك زي ما انت. الحزام ده يا جماعه بيكون فيه شرخ، فبتبدا بايدك تبص عليه واحد بواحد، حته بحته بين الريشه والريشه، لان الشرخ ده مع الجري بتاع المروحه انه كده ما يعملش صوت. بصوا كده ما يعملش صوت، لكن لما مع جري المروحه السرعه الزياده يبدا الحزام ده يتسع، الطوق يعني يتسع، فيعمل لك الصوت ويخبط، ده صوت الكسر، او تكون ريشه مكسوره. وعندي برضو هنا في اهو الحزام، اهو الراجل نور اهو كويس، جزاك الله خير. الحزام اهو ده ساعات بيكون مكسور، بس بايدك كده مش هيبان الا لما سرعه المروحه تعلى، فالكسر يبدا يخلي المساحه تتسع فتخبط هنا اصطدام. وساعات بيكون البلور، البلور اللي هنا ده، في هنا بلور داخلي، ساعات بيكون في كسر برضه، فمع السرعه بيعمل مشاكل. فانا هفك لكم اوريكم البلور، معلش اعمل ايقاف مؤقت. تمام، بترفع الغطا طبعا. غالب التكييفات بنفس الطريقة ديت، وإن اختلف الغطاء سواء بلاستيك أو صار. تعالوا لو سمحت، أنا عايزك تيجي من الناحية دي عشان دي البلور يا جماعة. دي البلور بتاعي أهو، ساعات بتلاقي مكسور برضو من الناحية دي، الناحية دي بصوا الناحية دي، لو طاري شايف طاري أهو، طاري أهو، تخيل لو مكسور مع الجري، مع الجري هيخبط هنا أو يخبط هنا أو يخبط في الناحية الداخلية التانية دي. تمام، فبيكون غالبا كسر مروحه. وساعات بيكون الطوق بتاع المروحه ديت، يعني المروحه ديت البلاور ده اللي السره اللي هو مربوط منها، بتكون السره ماسكه في العمود، لكن بقيه المروحه مكسوره، يعني السره مكسوره كلها من المروحه، بتلاقيها بتلف على نفسها. دي كلها اسباب تسمع صوت الكسر.
وساعات بتلاقي قطعة بلاستيك متعرفش جت ازاي، او حصل او حاجة كده متعرفش جت، او اي حاجة اتكسرت من هنا في اللينة متعرفش جت ازاي، المهم دخلت ورا او قدام هي تعمل لك صوت الكسر ده. طبعا اول ما تسمع صوت الكسر عشان ما تزودش الطين بلة بتوقف التكييف بسرعة، لانك لو سبته مستمر هيكسر لما يبوظ حاجات كتير، فافضل حاجة اول ما تسمعه بتوقف. ده بخصوص صوت الكسر. طيب عندك صوت مزعج، صوت مزعج تيجي جري 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 على الكمبروسر، بتلاقي تعالى يا احمد اهو دي كاوتش، الكاوتش او القواعد بتاعت الكمبروسر دي، القواعد دي بتلاقي هبطت، يا اما اتاكلت خالص يا اما انكمشت في نفسها، فالحديد بتاع الكمبروسر التصق بالحديد بتاع الارضيه من جنب او من كله. انا في تكييفات يا جماعه كان الحرف اللي هنا اللي في الكمبروسر دابح الارضيه دي خالص، دابح الارضيه السايد دي خالص، مقطوعه كانها مقطوعه بصاروخ من كتر الذبذبه شغال على كده على طول. فطبعا صوت المزعج ده هتيجي تلاقيه من هنا، اما لو كان من جوه من الضاغط فبيكون كسرت ميكانيكا الضاغط، وده موضوع تاني برضه هتعرف يعني اذا كان الصوت لو جيت لقيت الصوت من جوه الضاغط نفسه فبتغير الضاغط، اما الصوت بسبب احتكاك الضاغط بالارضيه فبتبدا تفك الضاغط وبترفعه، زي الفيديو اللي انا هحطه لكم ان شاء الله في الوصف ازاي تغير قواعد الكمبروسر، وايضا هحط لك في الوصف فيديو ازاي تغير البلور او المروحه. دي اسمها بلور لانها معموله على شكل ثدييه، ودي اسمها مروحه، دي مروحه لانها ريش، انما دي بلور لانها بتغرف الهواء كده، تمام كده؟ هحط لكم ان شاء الله فيديو لتغيير المروحه، فيديو لتغيير قواعد الكمبروسر، كل ده في الوصف، الحاجات دي كلها في القناه عندي يعني. هنبدا بعد كده خلصنا كل الصوت المزعج اللي هو خارج من التكييف. عندك تساقط الميه، تساقط الميه دي غالبا بتلاقي التكييف بتاعك مبدئيا، خلينا اقول لك ان لازم تغسل التكييف كل سنه مره، ما تجلش عن كل سنه مره، بحد اقصى كل سنه، بحد اقصى كل سنه مره. احنا في الشركات كنا بنغسل التكييف كل 3 شهور، طبعا حسب المكان يعني، احنا في المنازل غير الشركات، عشان كده المنازل كل سنه مره. وخلي شغلك دايما على اول على اخر الشتاء اول الصيف تغسل التكييف، حتى لو هو ما فيهوش اي مشكله بتجيب فني يعمل له صيانه يطمئن عليه ويغسله، لان غسيل التكييف يحوش عنك مشاكل كتير. التكييف لما يبقى نظيف هيبرد افضل، هيستهلك كهرباء اقل، هيريحك من الاعطال. طبعا لو لقيت تساقط الميه في الوحده الداخليه في الجزء الداخلي، تعالى يا احمد، طبعا ده الجزء الداخلي، ده الجزئيه الداخليه، هتلاقي الميه نازله لك من هنا ولا من هنا، ودي طبعا اكيد مليانه ميه، هتلاقي دي مليانه ميه نازله لك كده بس على الجدار جوه، فبيكون الصرف مسدود. الصرف في تكييفات بيكون الصرف هنا، تعالى كده، في تكييفات الصرف بتاعها بيكون تحت ومسدود تحت هنا في الارضيه هنا، وفي تكييفات بيكون الصرف هنا كده او هنا كده ومسدود. بالنسبه للتكييف ده الصرف بتاعه، تعالى لو سمحت، الصرف شايفينه؟ شايفه يا احمد؟ اهو ممكن اعدي منه المفك من تحت عادي خالص. بتيجي تلاقي الصرف ده يا جماعه مسدود، ما تقوليش هيتسد ازاي، دي رواسب سنين. بص التكييف بيكون رواسب سنين جوه التكييف، مع الفصل والتشغيل الميه لما بتتجمع بتعمل طحالب، بعد كده لما تنشف بتسيب الطحالب والميه تجف وترجع تعمل طحالب، لما تسد ده ويبقى ده كله مليان ميه، فبتلاقي تساقط الميه اللي جوه لازم، وساعتها الميه بتطلع لدرجه الميه لما تكون ياما ممكن تلاقيها مع البلور طالع لك مع الهواء رذاذ الميه، تخيل يطلع لك رذاذ الميه مع الهواء. يبقى مشكله تساقط الميه بيكون عدم تنظيف التكييف. انت لو فسحت التكييف وغسلته كل سنه مش هتلاقي المشكله دي، طب لو لقيتها فك التكييف واغسله ونضفه، وبعد ما تغسله نشفه كويس بالهواء واستنى ساعتين وشغل. برضو صوت الميه هي نفس العود، يعني تساقط الميه او صوت ميه، بتسمع صوت ميه من ده اهي، تعالى هنا، بتكون المنطقه دي الارضيه دي اتملت، الارضيه دي بتكون اتملت لدرجه ان المروحه هتخبط في الميه، اللي هي الحزام بتاع المروحه اللي انا قلت لكم عليه يخبط في الميه تحت، فبتسمع صوت الميه، بيكون برضه مشكله السدد، فانت لازم تنظف التكييف كويس تنظيف جيد كل سنه.
طبعا في عطل، واحد يقول لك التكييف مش شغال خالص، يعني انت تيجي تشغل المفتاح من الجدار اللي هو البتشينو او المفتاح التكييف يعني، ما مش شغال تماما، هعمل ايه طيب يا باشمهندس؟ بيتصل بيك بتروح البيت عند الراجل، التكييف مش شغال تماما. اول حاجه تتاكد من وجود التيار، مصدر الكهرباء، هل موجود عندي 220 بالجهاز بتاعي؟ والله لو موجود عندي 220 ببدا اشوف نفس اعطال، ما فيش تبريد برضه، بس ايه ببدا اشوف يعني اذا كانت الكهرباء موجوده في الجدار، بقوم بسم الله افتح العلبه دي بالطريقه دي كده وابدا اشوف الكهرباء بتاعتي. دي السلك اللي داخل صح كده يا جماعه، ده السلك اللي داخل اهو، ابدا اشوف السلك اهو، حددتهم اهوت، هو بني وازرق اهم، بني وازرق اهم، شايفينهم اهم، ابدا احط على الازرق من هنا وعلى البني من هنا، من هنا بالظبط من مكان ما دخلوا كده، لما دخلوا المفتاح هنا، واشوف عندي في الجهاز. والله لو اداني 220 يبقى الفيشه بتاعتي سليمه الحمد لله، لو ما ادانيش 220 اتاكد كمان مره، ما ادانيش 220 يبقى العيب في الوصله دي، لو اداني 220 استبعد المشكله دي وهكون ضايقه غالبا 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 من المفتاح ده، مفتاح الاختياري بيكون هو اللي بايظ، عرفته؟ يعني في اعطال للمفتاح الاختياري كده منفرد بيها، لو الكهرباء داخل الكهرباء داخله له بس ما بيطلعش كهرباء، لا الفان ولا الكمبروسر، دي عطل الايه التكييف لو مش شغال تماما. بتبدا بتشوف المصدر الكهرباء الاول، بعد ما تشوف مصدر الكهرباء بتاعك بتشوف دخول الكهرباء، بحيث انك تستبعد الكابل الكهرباء اللي داخل، تستبعده هتعرف ازاي تيجي في اخره وتقيس، لا ده ال 220 موجودين، خلاص بتلاقي المفتاح الاختياري هو اللي بايظ، ساعات بيكون شكله جميل كده بس من جوه مفحم، فمش مطلع لك فرد الكهرباء اللي واخدها سواء ال ال او ال ان، مش مطلعها. طيب في رائحه كريهه من التكييف، الرائحه دي في حاجتين، يا اما التكييف بتاعك مش بيتنضف، يعني لو التكييف بيبرد تماما واموره تمام بس في رائحه كريهه، ده لازم يتغسل ويتجفف كويس ويتغسل بفيري كمان تنظيف، يعني لو التكييف بيعمل بغاز ب 410 هتلاقي الرائحه الكريهه، لو في تهريب في تهريب بتشم الريحه دي، ريحه زي الزفت، اول ما تلاقي العميل بيقول لك كده او انت كصاحب تكييف بيعمل بغاز 410 تكييف حديث يعني وشميت منه الريحه ديت، اعرف ان هو في تهريب ولو كان تهريب بسيط، وغالبا لو كان العيب المشكله في الريحه ديت بسبب الفريون ما بتشمهاش، غالبيتها ما بتشمهاش والتكييف شغال لما يقف، لان غالبا بيكون التهريب في الجزء ده اللي يم هنا اللي يم الغرفه الداخليه اللي هو ده الجزء ده، فلما يكون التهريب في الجزء ده الجزء ده اسمه الضغط المنخفض، منطقه الضغط المنخفض، منطقه الضغط المنخفض ديت والتكييف شغال بتكون منطقة الضغط المنخفض، فما بيكونش فيها تهريب، لو التهريب منها ما بيكونش جامد ما يظهرش، فما يشمش الريحة، امتى اشم الريحة؟ لا يا اما في مع بداية التشغيل ومع انتهاء بعد انتهاء التشغيل، بعد انتهاء التشغيل يبدا بقى الضغط يتعادل، فيبقى الضغط كله زي بعضه، هنا مثلا 200 وهنا 200 وهنا 200، فيبدا يطلع معاك الفريون هنا في المنطقة دي، لما تبدا تشغل يبدا البلور يسحب الهواء بفريونه ويشممك الريحة الكريهة دي. فبرضه تحضر فني فورا يشوف لك التكييف سواء بقى ينظفه او كانت مشكله تهريب. طبعا لا يفصل ابدا، اخر حاجه بالنسبه لي انا، اكيد في اعطال ثانيه، لو حد عنده اعطال ثانيه غير اللي انا ذكرتها ديت يقول لي عليها. لا يفصل ابدا، دي طبعا بتكون مشكله من الترموستات اللي هو ده اهو اهو، تعالى يا احمد معلش ثاني. ده يا جماعه الترموستات مهما توطيه وتعليه نفس التكييف شغال. طبعا لو التكييف محدش مد ايده فيه بيبقى عيب يا ترموستات، لكن لو كان حد قبل كده صلح فيه ساعات بتلاقي الفني اللي صلح بدل ما يغير، يعني مع احترامي لكل الناس بتلاقي الفني لغى الترموستات ووصل السلكتين مباشر وخد بعضه ومشي وخد فلوس وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. طب وليه كده؟ انت هنا ما بيفصلش الترموستات رايح جاي ما بيفصلش، بس لو فكيت جوه بتلاقي، انا لقيتها كتير، انا لقيتها كتير، فانت بتفك تشوف الترموستات لو موصل الحمد لله اسلاكه واصله بيكون عيب ترموستات، فبتغير ترموستات لو ما بيفصلش خالص، ولو بيفصل بسرعه بيكون عيب ترموستات. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناته ابويا وامي، وان يغفر لهم ويرحمهم كما ربيان صغيرا،
واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان اجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله. الفيديوهات اللي انا وعدتكم بها هتلاقوها في الوصف، وانا اتمنى ان شاء الله عايز اعمل فيديو لطريقه الفك للتكييف باذن الله الفيديو القادم باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.